بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37. لو أما من قبله هو فهو محرم. نعم، إذن على هذا إذا حصل اتفاق بين الطرفين فيكون هذا مشروع، يكون هذا من باب الإجارة، استحفظه عليها بأجرة. نعم. بالأجرة. نعم نعم. هذه السائلة هاء ميم عين من العراق الأنبار، بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تقول: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية، هل معنى هذه الآية أن ذلك في هذه الحياة الدنيا أم في الآخرة؟ ففي هذه الدنيا حالات من الزواج على غير هذه القاعدة، فهناك الكثير من الأزواج والزوجات يظلمون في هذه الناحية، فكيف العمل؟ في تفسير الآية قولان. القول الأول: الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات تقال للخبيثين، للرجال الخبيثين. نعم. والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، بمعنى أن الخبث يكلمون بما يناسبهم بكلام يناسبهم. وقيل المراد بالخبيثات هنا الزانيات، أي النساء غير العفيفات الفاجرات للرجال الخبيثين. والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات يعني الفاجرات. وهذا كما في أول السورة: الزانية لا ينكحها إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية نعم لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أو مشرك. نعم. نعم. فالخبيثة لا يصح أن يتزوجها عفيف، وكذلك الخبيث لا يصح أن يتزوج عفيفة. هذا ما حاصل ما قيل في الآيتين. وعلى كل حال فالآية فيها بيان أن هؤلاء الخبثاء يناسبهم ما هو من شكلهم من الكلمات ومن الأشخاص، وأن الطيبين لهم الطيبات، الرجال الطيبون لهم النساء الطيبات، والنساء الطيبات لهن الرجال الطيبون، أو الكلمات الطيبات تقال للرجال الطيبين، والطيبون من الرجال لهم الكلمات الطيبات. نعم. أما قولها من ناحية الأزواج والزوجات الذين في هذا الزمان قد يظلمون، ليس المراد بالخبث ما فهمته السائلة، المراد بالخبث إما الخبث في العرض أو الخبث في الكلام. نعم. هذا السؤال الثاني تقول فيه: من هو ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم، وما هي قصته؟ ذو القرنين ملك صالح في أول الزمان، وملك المشارق والمغارب كما ذكر الله خبره في آخر سورة الكهف، بلغ مشرق الشمس وبلغ مغرب الشمس، وكان يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله. نعم. وبنى السد بين الصدفين، وهو سد يأجوج ومأجوج، لأن هذه أمة خبيثة تفسد في الأرض لو تمكنت من السير فيها، فالله عز وجل أعان هذا العبد الصالح وهذا الملك الطيب فأقام هذا السد العظيم الذي حال بين هذه الأمة الخبيثة وبين الانسياح في الأرض، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل عند قيام الساعة فيندك هذا السد ويسيح هذا الخلق المفسد في الأرض، ويحصل فيها ما يحصل مما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الحاصل أن ذا القرنين هو ملك صالح مجاهد داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله مكن له في مشارق الأرض ومغاربها ووسع له الملك في الأرض. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع يحيى العسال، مهندس زراعي من جمهورية مصر العربية، يقول: سمعت في برنامجكم إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل
بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيض لتتمكن من صيام شهر رمضان باستمرار، فأجاب فضيلة الشيخ بأنه لا بأس بذلك. وأنا أقول إن هذه الإجابة في النفس منها شيء، وذلك لأن حبوب منع الحمل هذه ليست من الإسلام في شيء، وأن الاستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا، فإن جاز استعمالها لتتمكن المرأة من الصيام فيجوز استعمالها أيضا لمنع الحمل وهكذا. وورد بعض الأحاديث يستدل بها، فما قولكم في هذه المناقشة؟ هذا المستمع خلط في اعتراضه، نعم، لأنه سوى بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض، مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقل وحبوب منع الحيض نوع آخر. نعم. والذي ورد للبرنامج هو السؤال عن حبوب منع الحيض فقط، أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد. وحبوب منع الحيض يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض رفعا مؤقتا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان، هذا شيء مباح لا مانع منه، لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم أخذ المرأة حبوبا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك. أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض. نعم. وأما استدلاله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة تترك من أجله الصلاة والصيام، فهذا لا يدل على منعها من أن تأخذ ما يمنع الحيض عنها في فترة من الفترات. ليس في الأحاديث دليل على تحريم أخذ حبوب منع الحيض. وهذه مسألة قد تشتبه على بعض المبتدئين في طلب العلم، فيظنون أن المرأة إذا انحبس عنها الحيض بسبب الحبوب أنها لا يصح لها صوم ولا صلاة وقت العادة وإن كانت منحبسة، وهذا فهم خاطئ، لأن الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج. نعم. إذا خرج الحيض، خرج دم الحيض، فهنا تترتب عليه الأحكام. أما إذا انحبس ولم يخرج فإنه لا يترتب عليه شيء، لأنها لا تسمى حائضا. نعم. أما الحكم من حيث الحكم الشرعي لتناول حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل هذا فيه تفصيل. نعم. إذا كان القصد قطع الحمل هذا لا يجوز، قطع الحمل نهائيا. نعم. هذا لا يجوز إلا بمبرر عذر شرعي، بأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يقضي عليها الحمل أو يخشى عليها الهلاك، خطورة عليها، فيه خطورة عليها. نعم. ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل. وإذا كان القصد من أخذ حبوب منع الحمل تأخير الحمل فقط لا قطع الحمل، وكان هذا لغرض صحيح مثل كون المرأة لا تتحمل الحمل المتوالي بل تريد أن يتأخر عنها الحمل حتى مثلا تغذي طفلها الموجود وترضعه وصحتها لا تتحمل توالي الحمل، نعم، فهذا لا بأس به، يعني أخذ الحبوب لتأخير الحمل حتى تتمكن المرأة من استقبال الحمل الجديد. وهذا ما نسميه التنظيم، هذا يسمى تنظيم أو يسمى مثلا تأخير، نعم، للحمل حتى تستقبله المرأة بحالة جيدة وصحة جيدة، لأن تواليه عليها متقاربا يضعف صحتها أو لا تتمكن من تغذية الجنين التغذية المطلوبة، في هذه الحالة جائز لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. أما إذا كان نعم. أخذ الحبوب لمنع الحمل من أجل الخوف من الفقر أو الخوف من كما يردده بعض الذين لا يؤمنون بالله، الذين يقولون إن كثرة النسل تؤدي إلى المجاعة وتؤدي إلى ضيق الأرزاق، فهذا حرام قطعا، لأن هذا سوء ظن بالله، وهذا يلتقي مع فعل أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهؤلاء الذين يمنعون الحمل لهذا الغرض يشابهون الجاهلية في سوء الظن بالله عز وجل. الله لا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها وعملها وأجلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة رجاء من دولة قطر بعثت بثلاثة أسئلة تقول، وهما في الفرائض أو في علم المواريث،
تقول امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي بل من زوج آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى، فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل منهم؟ لها زوج ولها بنت من نعم. زوج آخر، بنت من زوج آخر ولها وبنات أخ متوفى، يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف والباقي للعاصب لأولى رجل ذكر. فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقة، فإن الباقي يرد على البنت، الباقي يرد على البنت. وبنات أخيها ليس لهم، ليس لهم شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح. نعم نعم. السؤال الثاني، تقول امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات خال وابن عم وقد يكون متوفى، فهل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم وفي حالة وفاته قبلها؟ وما نصيب كل منهم؟ إذا كان ابن العم موجودا فالمال له تعصيبا، نعم، وليس لذوي الأرحام شيء، لا للخال ولا للخالة، لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودا، نعم، أو موجود أحد من أولاده من بنيه ولو نزلوا، أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا، فإن المال يكون له. فإن لم يكن ابن العم موجودا ولا أحد من أولاد من بنيه ولو نزلوا، فإنه ينتقل إلى من بعده من العصبة، إلى بني العم الأبعدين، ما دام يوجد من العصبة أحد فإن المال لهم. فإذا لم يوجد أحد من العصبة قط ولا يوجد إلا الخال والخالة، فإن المال يكون لهم، فهذا من توريث ذوي الأرحام، والخالة وبنات خال، نعم، يرجع المال لهم لأنهم يكونون من ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به وهي الأم. نعم. يقسم بينهم بالتساوي؟ لا، نعم، يفرض كأن الأم ماتت عنهم فيكون المال كله للخالة ولا شيء لبنات الخال، لأن الخالة أقرب إلى الميت، أقرب إلى الوارث، لأن الخالة أقرب إلى الوارث من بنات الخال. نعم، والقريب يسقط البعيد، القريب يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة. نعم نعم. السؤال الثاني أو الأخير، تقول فيه كنت أصلي الجمعة كما يصليها الرجال ركعتان سنة وركعتان فرض، ولكني قرأت في كتيب عن الصلاة أنه ليس على المرأة صلاة جمعة، فماذا يجب علي نحو صلواتي الماضية؟ أخطأت في ما مضى، لأن المرأة لا تصح منها الجمعة إلا إذا حضرت مع الرجال. نعم. إذا حضرت وصلت مع الرجال صحت صلاتها تبعا. والحمد لله متمسكين بالدين الحنيف، فنصلي فروضا ونوافل ونصوم فرضا وتطوعا، ولكن مشكلتنا والدنا الذي يسيء معاملتنا في البيت، فهي أشبه بمعاملة البهائم إن لم تكن أسوأ، رغم أننا نوقره كل التوقير ونحترمه جل الاحترام ونهيئ له كل وسائل الراحة والهدوء، ولكنه مع ذلك يعاملنا ووالدتنا أسوأ معاملة، فلا ينادينا إلا بأقبح أسماء الحيوانات، ودائما يدعو علينا وينتقدنا في كثرة تمسكنا بالدين، وإلى جانب ذلك فهو كثيرا ما يغتاب الناس ويسعى بالنميمة بينهم ويفعل هذه الأفعال مع صلاته وصيامه، فهو محافظ على الصلوات المفروضة في المساجد، ولكنه لم يقلع عن هذه العادة السيئة حتى سبب لنا ولوالدتنا القلق والضجر، فقد سئمنا صبرا وأصبحنا لا نطيق العيش معه على هذه الحالة، فما هي نصيحتكم له ونحن ماذا يجب علينا نحوه؟ جزاكم الله خيرا. أولا، يجب على الوالد أن يحسن إلى أولاده وأن يستعمل معهم اللين في وقته والشدة في وقتها، فلا يكون شديدا دائما ولا يكون لينا دائما، بل يستعمل في كل وقت ما يناسبه، لأنه مرب ووالد، فيجب عليه أن يستعمل مع أولاده الأصلح دائما وأبدا. إذا رأى منهم الإحسان لا يشتد عليهم، وإذا رأى منهم إساءة اشتد عليهم بنسبة تردعهم عن هذه الإساءة، ويكون حكيما مع أولاده، هذا هو الواجب عليه، فلا يقسو عليهم بما ينفرهم ولا يشتد عليهم من غير موجب ومن غير مبرر، بل يحسن أخلاقه معهم، لأنهم أولى الناس بإحسانه وعطفه، وحتى ينشأوا على الخلق الطيب والدين ما
والعادات السليمة. أما إذا نفرهم بقسوته وغلظته المستمرة فإن ذلك مدعاة لأن ينفروا منه وأن ينشأوا نشأة سيئة. فالواجب على الأب أن يلاحظ هذا مع أولاده، لأنهم أمانة عنده وهو مسؤول عنهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما واجبكم نحوه فهو الإحسان والصبر على ما يصدر منه، هو والدكم وله الحق الكبير عليكم وأنتم أولاده، فالواجب أن تحسنوا إليه وأن تصبروا على ما يصدر منه من قسوة، فإن ذلك مدعاة لأن يتراجع وأن يعرف خطأه. الله تعالى أعلم.